ثم دعا أنزل الله عليه مرة ثانية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر السورة أو آخر الآيات. فكانت الآيات الأولى تنبئة له صلى الله عليه وسلم، والآيات الثانية إرسال له، صار نبيا بالآيات الأولى ورسولا بالآيات الثانية. فجعل يدعو إلى الله سرا مختفيا من أذى قريش. آمن به أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها. ثم صار الناس يسلمون الفرد تلو الفرد.